أيها الابن الوحيد الإله الكالم الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا. ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا. التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمل الكاروبيم، قابل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا، جاء ليشبعنا، عطشا ليروينا، صعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنب بالحرب لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمتي، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفنا في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. راتك المقدسة، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمله على منكبيك؟ هو صليب العار الذي حملت عوضاً عني. يا
بذلك أيهان العظيم أيذل المماجد أيوضع المرتفع يا لعظم حبك نعم هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك فهل رأينا حبا أعظم من هذا فاحذني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الآلام ارسمي يا نفسي جرح أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو اعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كندي وإكليل الشوك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطية يا يسوع حبيبي إذ رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني في غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية وحينما أتقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البني قائلا يا بنات.